النحنحة. ماشي سامحوني سامحوني. محور النحنحة. خليني اقول لكم محور النحنحة. اتكلم في ايه؟ تعالوا لي بقى البنات اللي ايه اللي جاب. احنا كلمنا المطلقات كلمنا الازواج. تعالوا بقى البنات تعالوا لي بقى كده نشوفوا. وتعالوا شوفوا يجي مثلا يوم الدخله. يوم الدخله العروسه انا ما اعرفش ايه التقليعه الجديده دي. يعني تقليعه بدات بره مش في بلدنا ولا شبهنا ولا عرفنا ولا الكلام ده. وبعدين جايين بقى يطبقوها. العروسه جايه في الممر ماشيه واول ما ظهرت العريس واقف يعيط على المكان بتاعه واقف يعيط. ويعني بنتي بتشاورني بتقول لي بالراحه تديش رياكشنات عاليه. ماشي حاضر. اصل انا يعني حاجه منظر. تخيل لما تشوفي راجل يوم دخله ويوم جوازه وواقف يعيط اصل شايفها جايه عروسه. ده انت كنت شايفه ابني قبل كده؟ عاطفه جياشه. ايه؟ عاطفه جياشه. لا يعني العاطفه الجياشه في حاجه زي كده. يعني انت هي جايه من الممشى بتاع العروسه وهو واقف مستنيها. فهو واقف مستنيها شايفه جايه بفستان فرح فعيط. اوه ايه اللزجه دي؟ ايه اللزجه دي؟ ايه النحنحه دي؟ يا في الرجاله اقسم يمين بالله لو عروس عقله وشافته واقف بيتنطط وبيعيط بتعيط على ايه؟ لا وبقى التقليع بقى الكل بيعمل كده. الوطن العربي كله. لا احنا مش عايزينه يتنقل لا وطن عربي ولا وطن اسلامي. ايه الكلام ده؟ ايه النحنحه دي؟ ايه اللزجه دي؟ هو فين ما ترجل يا ابني؟ ما ترجل. ده ليله دخله وليله فرح وشايفاك خلاص زوج وبقيت زوج. ما ترجل يا حبيبي وانت واقف مستني عروسك. جايه يا ستي جايه محجبه ها وانت واقف تعيط؟ ايه ده؟ ايه الا يا جماعه اللقطه اللي بتتعمل او لازم تبقى سيشن معين ما اعرفش فين ولازم مش عارف حاجات التقاليع اللي بتطلع في السيشن ذات نفسها. ده مصيبه. ده مصيبه السيشن الواحد مصيبه. واخدها فين وشايلها فين؟ ايه ده؟ ولا اللي واخدها وبيعملها وقام جاي شايلها ويدور فيها قلب الله ولا يقول لها يقول له رموشها وعينيها في قلب السيشن. يعني انا سمعت مصور وانت سايبه يقول على زوجتك كده ومسكه منها حط ايدها. ايه ده؟ وراجل بيصور. فين الرجوله؟ انا عايزه الرجاله يا جماعه. فين الرجاله؟ انقرضوا في الـ ايه؟ الرجاله انقرضوا ولا ايه؟ لا الموضوع محتاج لوقفه. الموضوع بقول لكم محتاج لوقفه. وقفه قويه. ما تبقاش هي وجايه وشايفه وعمال واقف يتنطط ويعيط. والله العظيم شوف واقف يتنطط ويعيط. مش راجل ولا شكل ولا مال. بتاعت على ايه انت؟ صبرنا عليك بقى وقد ايه وبعد سنين العمر ختمها ايه بالعياط وكده. ده نحنحه بجم او السيشن اللي بتعمله ويجي المصور يعلق على رموشها او يعمل لها كده وكذا ويقول والزوجه ترد وانت واقف عم الراجل. عم الراجل انت واقف طبعا. يعني لزجه التصوير ولزجه العريس اللي واقف بيعيط. يعني انا يعني يا ريت الاقي كلمه يعني راقيه شويه عندها عشان اعرف اقولها. قولونا محترمين. يبقى ايه ده؟ طبعا الكلام ده يعني انا لا ارضاه. واسمعوا اللي بقول لكم عليه. خليهم هم يعملوا الصور الغلط واسمعوا مني وبصوا لي كده وشوفوا انا اعمل لكم اللقطه الصح. الرجاله ما بتسيبش زوجته المطلقه ولا عياله ويسيبوهم يشحتهم ويعمل وهزلها وهسولها. عندك وهتتحاسب على الكلام ده وانا خصمتك في يوم الدين. الراجل ما يسيبش عياله ويطلق زوجته ما يسيبش عياله مش طلق عياله. الراجل ما بيختبرش مراته باختبار ويقول لها روحي ما اعرفش في المكان الفلاني وانا فلوسي راحت. ايه ده؟ يحطها صح. شوف بقى انا متجوز. متجوز مين؟ وانت اللي صاحب اللي بتل ده اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي بيجيب الامر من عنده. ايه ده؟ طيب واخر حاجه نحنحت الفرح والسيشن والمصور اللي عمال يتغزل في رموش مراتك وانت واقف وعروستك وانت واقف.